السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عيد البواسل، والذي نرافقكم في خلال أيام عيد الفطر المبارك. أعزائي المشاهدين، سنرافقكم في هذه الحلقة في زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، والذي تفقد أبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. أنا حارس أمجادي وحضارة أجدادي وأنا الله الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم رباط وليلة ساعة خير من ليلة القدر عند الحجر. ما بالك ليلة العيد؟ أسأل الله ألا يحرمكم الأجر، خاصة من احتسب الأجر عند الله يبشر بأجر كبير. ونحن في تجارة مع الرحمن الرحيم، وكن أذكياء نكسب الدنيا وكسب الآخرة. والله بيض وجيهكم. أنتوا أمل الأمة، الأمة بكاملها، والشعب اليمني خاصة. مثال هذا العدو لازم يكثر في البقاء. بارك الله فيكم، كل واحد ينطلق لعمله، وشكرا لكم. شكرا لله. احنا عندنا من وقت ساعات وين؟ ها؟ عندنا من وقت ساعات. الله يكتب الاجر. يعتدونك رجال الحميه، اللي يطاق مثل خط عابر، لو سمحت انتظرني شويه، انزل وشوف نلطم صوابر، نكتب ضربه.
وطن واسلم قد قطعنا لفعل ما نخطرم قد قطعنا لفعل ما نخطرم بعدهم بعدهم مهجم وضعنا هجم لن نحاول ميليشيات مهزومة لن نحاول ميليشيات مهزومة وانتي الهادي سطلة حرب الأمة الإسلامية لأنه عيد جاء بعد عبادة هي عبادة شهر رمضان لكن اليمنيين وأحنا بالذات جمعنا بين العبادة وبين الجهاد في سبيل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أن لا يحرم هذه العبادتين عبادة المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى وعبادة الصيام والعبادة والذكر فأسأل الله أن لا يحرم هذا الوجوه من الأجر وبارك الله فيكم كل عام وأنتم بخير ومن العايدين ونراكم على خير إن شاء الله على زيارتنا طويلة أنا حارس أمجادي وحضارة أجدادي وأنا أمني منطقتنا الثالثة قوى مهابة خلف قائدنا اللواء منصور ثوابة نجعل العصية توبة أنا هابة موتة أو نحسب حسابة بالوطن برواحنا نفدي ترابة شمال إلى الجنوب اللواء منصور يصرق اليابان مقدمي في المعركة والسلم ثباتكم هنا مش شرط ولا لا بندوق كرع وما تنالونا من عدو النيل النيل اي نيل انك تقرعك
انك تسحره، انك تغيظه، ان يجي لك شوكه فيه الا كتب لكم به عمل صالح قد وقول الله سبحانه وتعالى. اقصد الانسان بس يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، وكلنا يا خلق الله ناسحين في هذا القاع بسبب هذا المجرم، هذا الكلب اللي انا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ولما نكمل زياراتنا، ونتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله. السلام عليكم. قد طلب الطالب المجاد مع دوار زمت لا دودا تبت بتساعد الحرم زمت لا دودا تبت بتساعد الحرم مثل ما بود قامت لعب والما أحسن أشهد أنه أطلت تشهد لها الصوم أشهد أنه أطلت تشهد لها الصوم من صمد في مجوه الكرسي وتتعدى والسماء تلعب والأرض مرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ الشعب اليمني وأبطال الجيش الوطني وقيادة الشرعية مثلا بالمجلس الرئاسي بها عيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأكثر تهنئة للمرابطين في الثغور والقابضين على الزناد، نقول لهم مزيد من العطاء والتضحية والثبات. فالعيد يمثل العيد الحقيقي هو عيد النصر، طبعا أنه المؤمن يفرح لما يختم الله عز وجل في رمضان بالعمل الصالح يفرح، هذا عيد المؤمن. لكننا نحن أكثر من ذلك، عيد الثبات في الجبهات، عيد الانتصار، عيد النصر الحقيقي الكبير الذي سيكون إن شاء الله بتوحيد الصف الجمهوري بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ الشعب اليمني وقيادة هذه البلاد ممثلة الدكتور رشاد العليمي، ونهنئ وزير الدفاع، ونهنئ جميع المجاهدين والمرابطين في الثغور وفي هذه الميادين، ميادين الشرف وميادين البطولة. نهنئهم ونشد على أيديهم ونقول للشعب اليمني أبشروا، ما دام أن هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال صامدون ثابتون، فإن هذه البلاد ستخرج من هذا المأزق ومن هذا التآمر الذي تبنته الميليشيات الإيرانية ومن يقوم وينوب عنها هنا في اليمن من الحوثيين وغيرهم. فنقول اليمنيين أن يبشروا، ولكن عليهم أن يلتفوا حول الجيش الوطني ليحققوا الهدف ويحققوا الانتصارات، ليعيش اليمن مزدهرا ويعيش اليمن في رخاء واستقرار وفي عزة وفخر. وأخيرا نوجه يعني رسالة أخرى إلى الثبات والاستمرار على هذه في هذه الأماكن وفي هذه المواطن، وبإذن الله تبارك وتعالى وإن ذلك لناظره قريب. أنا حارس أمجادي وحضارة أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة، فإلى ذلكم الموعد دمتم في رعاية الله.